دلوقتي ولاعب جاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير جرجرها من على السرير، يا سيدي يا امام احرمها من دخول الحمام. اه يا ولي دي خرب. هات يا بت هات يا بت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم، امسك يا بت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب لحسن كتاب الله. امسك دماغك ده واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالد؟ حبيبي ازيك يا روحي؟ عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالد. ليه مالك يا ولا؟ اسالي نوال. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا، هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده يا عالم. يا عالم من اللي عايش معاه؟ عن اذنكم علينا بيت. تعالي يا بنت انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. تعالي ترسي اقعدي. حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقول لي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. عندك بنت انت حره ياكل على نفسي يا بابا. لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عليش. انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني. دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفتي ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه هتاكل منك حتة. الله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. رايحة فين يا نواه؟ رايحة كوافة. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت نازل فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي امك اللي جايبها لك يا راجل. يا حمار استنى عليا انا هوريك. انت رزق ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليها الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين ايه عربيه المولد اللي انت راكبها دي؟ مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق يا بابا. مش عاجباك العربيه يا بابا؟ ما كترش كلامك افتحي. بس انت ما تغلطش فيه، خليك بعيد. ما كترش بالكلام، خليك بعيد عشان انت كده ما تتكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن انا اتهرس لحد ايه؟ انت بتدي لك على ايه؟ ايه ده ايه ده؟ تيمور يا تيمور 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 يا تيمور تيمور. لا كان معايا واحد قصير بس مش عارف راح فين. ابو سامي اتفضل. يا حبيبي يا بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسف. تيمور يا بابا.
اخبار الخلانوسه ايه؟ مش سافره. بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مش سافره بره مصر. اه لو كانت موجوده هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بامرها. خدي ورشي شويه الميه على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزه؟ عامله ايه معاك يا لوزه يا ست هاني؟ حلوه يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش بره البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما ايش ايش يا ماما جايه لك يا نوال. ايش 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 بره 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 بره. عايزه ايه؟ مين اللي جاب شاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضرب ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا هنخش الزباله دي. الزباله دي انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش، يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله، انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده؟ ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفالة الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حضرتك، بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي. بشاندي بشاندي ده بركه البيت. زي ما يا ابني. بابا عيني يا حبيبي. يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بيننا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارب. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار؟ نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مش سلامتك ولا حاجه؟ سلام. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدلة؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. استر استر من عيني يا عم. احنا طبق فول. ايه اللي بيعمله ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارب. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجي لك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك، هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تتكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال. جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح. شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جنين. احنا قاعدين في المنطقه كلها. ايه خير يا باشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. أنا قلت والله إنه لا يجوز. الولية حماتها جديد مخها ضربة. يا بابا أنا مالي ومالها؟ أنا أتجوز بنتها. بابا إحنا بقالنا ساعة بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه أنا ومرحوم وأمك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي.
أنا لما كنت عاوز أبسط أمك وأفرفشها وأدلعها كنت عازمها في المطعم ده. كل يا تيمور. كل يا ابني. داخل على جواز محتاج ترم عظمك. اللحمة حلوة أوي بابا. أوي. كنت بتجيبني من زمان. مرحبا بوجودك ده سهل ده بالحجز يا ابني أنا حاجز لك دي من أسبوع الترابيزة دي. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم أوي. بص الريشة قد إيه؟ أنا عمري ما شفت ريشة كده. هو عيبه انه غالي بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقولك يا بابا بعد اذنك ممكن بعد الخطوبه بعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي اللي هتاكل حته. انت بتقول كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم اعظم قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول اكل ستايل بصراحه مش كده؟ اه والله مراحة فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا هياكلوا على الواقف جوه والنبي بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني عينيا يا حبيبي انت هتكسفني والله انت متكلف بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك طب امسك بس همي يا باشا ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح انت بتاكل الناس لحم حمير الحمير دي بس عاملها في الدليفري دليفري بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير مالك يا بابا صبر علي مرحوم امك واكلتها هنا كتير يس 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 شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا ان شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب يعني انت اكلت لوحدك ما انا واكل يجي نص حمار ماشي ماشي اتفضل يوعى اتفضل ايه ما تغرش عني انا فودة 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 ايه وزفت ايه الهزار الماسخ بتاعكم ده ناقصكم انا حرام عليكم طالع معايا ولا